خلطة جاهز. اسعد الله اوقاتكم متابعينا ومتابعات قناه شوف تي في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مقر الرابطه المغربيه للمواطن حقوق الانسان. مرحبا السيد الزراوي معك. مرحبا معنا السيد الزراوي رئيس الوطني للرابطه المغربيه لحقوق الانسان. ايضا مرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب. كيف ما شاهدتوا معنا المتابعين الافاضل في العنوان، فاليوم نتكلموا على الناس اللي هما كيديروا التشهير في المواقع الاجتماعيه سواء كان يوتيوبر او الناس اشخاص عاديين اللي كيمشي كينزل صور ديال بعض الاشخاص اللي ممنوع عليه. غادي نسمعوا في هذه المساله اللي دخل معنا الخط رئيس الرابطه السي الزراوي. مرحبا بك مره اخرى السي الزراوي. سي الزراوي كيف ما تابعتوا معنا وكيف ما سمعتوا شنو قلنا بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو مثير كنشوف مؤخرا في مجموعه المواقع الاجتماعيه اللي مجموعه ديال الاشخاص سواء كانوا يوتيوبر او غير يوتيوبر، مثلا كتلقى واحد طلع قدام شي شخص كيقبض كينزل اما الصوره ديالو كيديرو اما بواحد الشكل ديال حيوان او كيبقى يقبض كذلك كيبقى يسب فيه ويقذف الاسم ديالو بالشهر الاسم ديالو مجموعه ديال الحويجات. انت راك عارف هاد المسائل وكتبوا مجموعه ديال الاشخاص اللي كيديروا هاد العمليه. شو كتقولوا في هاد الامر؟ سمحتي الميكرو الله يخليك. اولا ادريس الدراوي الرابطه رئيس الوطني للرابطه المغربيه للمواطن حقوق الانسان. نحن اولا نتلقى العديد من الشكايات والعديد من التظلمات من المواطنات والمواطنين الذين يتعرضوا للتشهير والإساءة وضرب السمعة والسخرية والابتزاز ومحاولة الإقصاء لأسباب إما سياسية وإما أسباب تنافسية واقتصادية. لذلك فنحن في الرابطة المغربية للمواطنة حقوق الإنسان نعتبر أن ما يقع أصبح أولا واحد الشكل كبير وكبير جدا، الضحايا ديالو اغلبيه اشخاص اما عندهم واحد الوضع الاجتماعي في المجتمع اما النساء. لذلك الامر اصبح شيئا خطيرا وخطير جدا، خصوصا اننا نتابع العديد من القضايا والعديد من الملفات المتعلقه بهذا الابتزاز وبهذه الاساءه والتشهير والسب والقذف. ولا زال العديد من مقترفي هذا الفعل الشنيع وهذا الفعل الجرمي التي تحرموه او تجرموه المواثيق الدوليه العديده المتعلقه بالتمييز وبالمراه والطفل، كذلك يجرموه القانون الجنائي. ولكن مع كل الاسف لا زال التطبيق ديال المقتضيات ديال القوانين المتعلقه بالردع لهذه الفئه بعيد المنال. نحن كرابطه مغربيه للمواطنه حقوق الانسان اولا نظمنا مؤخرا واحد الجلسه ديال الاستماع للعديد من النساء الذين تعرضنا لابتزاز خطير وللتشهير وللسب السمعه ديالهم ديال العائلات ديال الازواج ديال الابناء. سيده والابن ديالها حاول ينتحر، سيده والابن ديالها توقف من الدراسه، اطفال صغار ما تعرض له الفنان حسن بكيات مؤخرا حتى عبر الاعلان العمومي، واللي البنت ديالو تتبرات نفسيا والزوجه. وايضا جلسنا معهم وسمعنا الاساءه
مع تيكون التوقيت ديالها ضيق، ولكن التداعيات ديالها على الاسره وعلى الابناء وعلى الاطفال خطيره وخطيره جدا. نحن نؤكد ان القانون الجنائي الان هناك نقاش مجتمعي في المغرب بان القانون الجنائي خص التعديل ديالو، خص نحن نؤكد على ضروره اولا الفرق بين حريه التعبير والراي، والفرق بين التشهير والاساءه، الفرق بين ما هو صحفي مهني وبين ما هو صحفي وبين ما هو يستغل تلك المنابر الاعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي للابتزاز والضغط على المواطنات والمواطنين. وحتى احيانا اصبحت الظاهره الخطيره هي باش نجيب انا ليفي خصني نسب عباد الله ونسب الشخصيات المعروفه ونسب الشخصيات السياسيه والحقوقيه باش نجيب ليفي ونجيب التفاعل اللي هي هو شيء اصبح مؤدى عنه. وبالتالي فهذه افعال جرميه فيها الركن المادي والمعنوي، وبالتالي على الحكومه او على المشرع المغربي ان يفكر جديا في تجديد العقوبات. نحن تابعنا ما يقوم به مثلا المسمى يوسف الزروالي، هذا ملف عندنا متكامل. هذا السيد جاء اولا قال بان القضاء في المغرب في واحد الوقت اللي البرلمان الاوروبي يستهدف المغرب وتضامنا ونددنا، جاء السيد يقول القضاء المغربي 80% ديال القضايا ماشي هي هذيك. هذا انسان ما عندوش مستوى دراسي، ما عندوش معرفه بالقانون، اصبح يقيم القضاء المغربي زعما ما سمعناه على القضاة شيء زعما مؤسف ومؤسف جدا. الرشوه، استغلال النفوذ، الارتراء، والانتقال حتى للزوجات ديال القضاة التي لا ذنب لهم لا حنا نعتبروا، وبدا يقول لهم يوجه لهم واحد الكلام نابي. هذا السيد لا زال حرا طريقا، بل اكثر من ذلك يستمر كل من تاخذوا شي جهه حقوقيه ولا قضائيه ولا امنيه الا ويوجه لها ما لا يمكن على العقل ديال واحد الانسان المستزعم انه يتقبله وتيديرو بشكل مباشر في واحد القناه اللي عندها المتابعين بشكل كبير، وبالتالي يعرض المواطنات بشكل يومي امام انظار السلطات العديد من الشكايات بالعشرات تعد بهذا السيد. نحن زعما تنعتبروا واش هذا السيد عنده جهات ما تحميه، واش القانون غير رادع في المغرب وبالتالي وجب تعديله، واش هناك جهه ما تدفعه للقيام بهذا الفعل السب والتشهير بالمواطنات. سمعنا زعما اليوم العالمي للمراه يقول بان هذوك النساء المطلقات اللي كيحتفلوا باليوم العالمي، معناه انسان خارج السياق ولا زعما كون كان في دوله ديمقراطيه اللي ممكن متابعته القانون ديال الارهاب، لان ضد السياق العام ديال البلاد، ضد السياق العام ديال المراه اللي يجي في يوم عالمي ويتهم النساء المكرمات على اختلاف المراتب ديالهم اللي فيهم قضاة، فيهم دكاتره، فيهم محاميات، فيهم ربات بيوت، فيهم ناس نساء قرويات اللي عملوا من تعاونيات او من المواقع ديالهم باش يديروا واحد العمل البلاد، وتيجي هو في يوم عالمي تكرم فيه المراه ويسبهم بهذه الالفاظ ويشهر بهم وذكر حتى الاسماء ديال بعض النساء. زعما هذا انسان الموقع الطبيعي ديالو والمحاسبه والعقاب ما يبقاش خارج ديال المحاسبه. تابعنا وتوصلنا بانه زوجه احد الصحفيين اللي انتقدوا اتهمها بتعاطي المخدرات، اتهمها بالفساد، اتهمها بان عنده صور عاريه لزوجه وسيتم لزوجها وسيتم نشرها. هذا زعما هذه افعال جرميه، افعال دنيئه، افعال لا يمكن السكوت عليها لا كحقوقيين. نحن ايضا متاكدين انه غيمشي وغيعرض الناس للسب والقذف والتشهير، ولكن هذه ضريبه القول ديال الحق، والحق لا يقاس بالعدد ديال المشاهدين بل يقاس بان المبدا وكرامه. حنا رفعنا دعوه قضائيه بهذا الشخص، احالها السيد رئاسه النيابه العامه للجهات المختصه. نحن دخلنا على الخط في العديد من القضايا وسنستمر، واذا استمر في اساءته للمؤسسات ديال البلاد، المواطنات والمواطنين، النساء، الشرفاء والشريفات، وسنضطر الى القيام باشكال احتجاجيه في اماكن سيتوافق عليها المكتب التنفيذي. لذلك
نحن نعتبر ان هذه القضايا ديال التشهير قضايا خطيره تزداد في واحد الاوقات معينه خلال مثلا مرحله الانتخابات. بعض الاشخاص ربما تختاروا اختيار بعض الاشخاص المحروقين او اللي بين قوسين وجهه ما عنده وجه اللي تيعطيو مبالغ ماليه وتيبقى يسبب في الخصوم، خصوصا ان العقوبات تكون متابعه في حاله صراع. احيانا تكون الغرامات بسيطة وتيضطروا الأشخاص اللي تيقفوا مور هذا المجرم اللي تيشهر بالخصوم السياسيين مقابل مبالغ مادية معلومة، أنه ما عنده غرض وتيبقى خارج المعاقب وتيبقى يستمر رغم أنك دير له المتابعة تيستمر في السب وفي إطلاق إشاعات اللي تيكون تأثيرها يتجاوز ذلك الشخص إلى العائلة إلى الأبناء إلى المحيط العملي. وبالتالي فنحن نعتبر ان المغرب علينا اولا على الصحفيين الشرفاء وما اكثرهم ندخلوا في واحد النقاش مجتمعي حول الفرق ما بين حريه الراي والتعبير واللي تنطالبوا بها واللي هي تتعلق بالشان السياسي والشان ديال انتقاد البرامج والسياسات، وما هو فعل جرمي تيشهر بالاشخاص تيسيء ليهم تيسيء للسمعة يسخر بالمواطنات والمواطنين في غالب الأحيان كيعرضهم للابتزاز مقابل السكوت الإقصاء من العمل أو الإقصاء من التنافس السياسي أو التنافس الاقتصادي. وبالتالي فنحن أن واحد الممارسات خطيرة وجب وضع حد لها عبر أولا تعديل القانون وعبر تنفيذ ما توفر من الفصول ديال القانون الجنائي اللي هي 447 واحد و 447 جوج و 447 ثلاثة يجب تنفيذها. غالبا كان سابقا مذكرة سابقة ديال رئيس النيابة العامة جات في واحد السياق عام ديال عدم المتابعة ديال هاد الأشخاص، وبالتالي خص على المتضرر أن يلجأ إلى تقديم شكاية مباشرة اللي عندها واحد الشروط خاصة وخصها واحد التقنية معينة اللي غالبا احيانا تكون عيوب شكليه وتيفلت هذاك المجرم. نحن تنعتبروا اللي تيسب الناس ويدون وجه حق ويسخر منهم ويقصيهم ويتهكم بهم فهو مجرم ويستحق العقاب، تيفلت من العقاب نتيجه لهذا الليونه وهذا التساهل في تنفيذ القانون. سي ديس دراوي بسكون كرئيس الرابطه المغربيه للمواطن والانسان، تابعنا معكم مؤخرا كان واحد الحفل او ديال بالنسبه لهذه المراه وكان فيه حتى حسن المكياس، في وصل القضيه ديال حسن المكياس انتم انكم ذكرتوه في المره الاولى فبغينا نزيدو. اولا نجدد التلاعب ديالنا مع الفنان حسن المكياس، هذا شكل من اخر من اشكال من التنمر الالكتروني، هذا تنمر عبر وسائل وسيله اولا كيديوها المغاربه من الجيوب ديالهم ومن الضرائب ديالهم، تيتسناو واحد المنتوج اللي يربي الوليدات واللي يربي المواطنات والمواطنين ويحسن الذوق العام. مع كل الاسف هذا نموذج فقط ديال البرامج، اولا ماشي ما كانتش بشكل مباشر، وبالتالي ان تسيء لفنان من موقع من برنامج يعتبر انه يشجع المواهب الفنيه ويشجع، وما كانش انتقاد حتى الافلام او المنتوج الفني ديالو، كان انتقاد الشخص ديالو والجسد ديالو، وهذا شيء غير مقبول. عبرنا عن التضامن ديالنا، انتدبنا احد المحامين من الرابطه المغربيه للمواطنه وحقوق الانسان لكي يواكب مع الاستاذ حسن مكياس الإجراءات القانونية التي سيتخذها، بالإضافة إلى مجموعة من المحامين الذين سبقوا وعبروا عن تطورهم. الآن الهيئة ديال المحامين بصدد التشاور والتداول في الشكل القانوني لرفع دعوى ضد الجهات المعنية، ونحن نواكب وندعم السي حسن في محنته اللي أولا تصحص، وهذا ايجابي جدا للكثير من المغاربه ان كان واحد الموجه ديال التعاطف وديال التضامن معاه اللي خفت من هذاك الوضع ديال الاثر اللي عطى الانتهاك ديالو والتنمر ضده عبر الاذاعه الوطنيه الابناء والبنت ديالو بالخصوص. لذلك حنا نرى الاشاره في الاشكال القانونيه والاحتجاجيه التي سيراها مناسب.
شكرا سي دريس الزراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطن حقوق الإنسان، أيضا شكرا لجميع المتابعين الأفاضل ومتابعين قناة شوف تيفي. مبقي نقول لكم نتلقاو إن شاء الله في آخر دمتم في رعاية الله، نتلقاو في آخر إن شاء الله. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء.